كان ليا بعد اذن حضراتكم سؤالين وطلب. اتفضلي يا فندم. ربنا يحفظك. سؤالي الاولاني، كنت ربنا بيقول في كتابه العزيز: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. ولاحظت ان ايات الادعيه القرانيه زي اللهم مالك الملك وربنا اتنا وربي اوزاني كلها خاليه من اداه النداء. هل معنى كده ان اسلوب ان اداه النداء دي مش مستحبه في الدعاء؟ وبدل ما اقول يا الله او يا رب، الافضل ان انا اقول اللهم على طول. تمام تمام طيب. ليه بقى معلش توضيح بعد اذن حضرتك يا دكتور محمد. ايوه. سؤالي في حلقه قبل كده للدكتور لفضيله الشيخ اسلام، انا كنت بقول النفس الطاهره اللي اتشرفت بتكريم ما لا تكريم بعده استحقت من الله مسمى شهيد لازم طبعا اجرها. والطفل اللي ابوه او امه بيموت بيسمى باليتيم. طيب استاذ دعاء، السؤال ده تاني معلش، السؤال ده تاني وعلى مهلك كده وانت بتقولي اتفضلي. حاضر. اللي هو بتاع الشهيد واليتيم. عايز اقول ان النفس الطاهره اللي اتشرفت بتكريم من لا تكريم بعده استحقت من الله مسمى شهيد. النفس طبعا لازم ادعيها. مالها؟ تمام. النفس الطاهره والطفل استحقت من الله ان يطلق عليها شهيد. تمام. والطفل اللي ابوه او امه بيموت بيسمى باليتيم. تمام. الطفل طيب. الطفل اللي ابوه امه بيموت بيسمى باليتيم. وبعدين طيب ليه الاب او الام اللي ابنهم بيموت ما لهمش اسم؟ انا مش قصدي ام الشهيد او اب او ابو الشهيد، انا قصدي حتى لو طفل صغير. تمام. يعني ما حتى مثلا لو طفل لسه مولود وتوفى. تمام. الاب او الام يعني ما لهمش اسم يعني. حاضر. وايه الطلب يا فندم؟ طلبي بقى لغايه بعد اذن حضرتك. أيوة. معلش. اوامر اتفضلي. عايزه من حضراتكم تدعوا لي ان ربنا يرزقني ببنوته. ببنوته. انت معاكي اولاد صبيان؟ معايا يوسف ومحمد. ربنا يحفظهم يا رب. ربنا يحفظك. ربنا يكرمك باجمل بنوته. اتفضل يا دكتور. الله يرضى عنك يا رب. ربنا يحفظك. الله. يعني النفس الطاهره لما بتموت كشهيد فبياخد لقب شهيد. تمام. ويتم الاب والام كيتيم. آه. لكن دور الاب والام هنا ليه ما فيش لقب ليهم؟ يكفي ان الله سبحانه وتعالى كرمهما، يكفي ان الله سبحانه وتعالى قارنهما بعبادته سبحانه وتعالى. تمام. ليس بعد هذا تكريم. أيوة. الله عز وجل يعني الطفل عندما يسمى لم يأتي في القرآن في الكريم، لكن احنا عندنا لما ربنا بيتكلم عن الأب والأم قال أنشكر لي ولوالديك. جميل. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أيوة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا تكريم ما بعده تكريم. أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عبادته له. لا يقبل العبادة له بمعنى؟ إذا كان الابن عاقا لوالديه. تمام. في أكتر من كده؟ صحيح. يعني أنا ربنا ما يقبلش مني عبادتي ولا صلاتي لو أنا بأذي أبويا أو باجي على أمي أو بعلي صوتي على أبويا أو بضايق أمي أو إلى آخر، ما دام إنه يندرج تحت العقوق. أيوة. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل مني عمل ولا يقبل مني الجنة صلاتي. تحت أقدام الأمهات. نعم. تمام. والوالد أوسط أبواب الجنة. تمام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم السلام. عشان يجي بعض الآباء يقول لك يا ربي النبي كرم الأم، إحنا بقى فين؟ أيوه. النبي يقول لك من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أم ثم من؟ قال أم ثم من؟ قال أم كده خلي الثلاث أرباع ثم من؟ قال أبوك. أي عشان هي اللي حملت وهي اللي ولدت وهي اللي رضعت. ربنا يحفظك يا مولانا.